مرحبا بكم متابعينا الكرام في فيديو جديد من قناة عالم المعرفة. وصلت إلى مسرح الجريمة ولم تصدق البيطرية عينها. فاليريا شامباروف من فريق كاليفورنيا لإنقاذ الحيوانات تلقت رسالة عن كلب في حالة خطيرة ملقى على الشاطئ. عند وصولها إلى مسرح الجريمة لم تصدق البيطرية عينها. كلب بعمر 8 سنوات لا يستطيع الحركة، فقد كان هنالك ورم ضخم في صدره. يا إلهي، صاح المنقذين عندما رأوا الكلب به ورم سرطاني يزن 21 كيلوغرام. كما اتضح أن هنري ترك على الشاطئ من قبل صاحبه. من غير المعروف كم كان يعاني هذا الحيوان المسكين. لم يتمكن هنري من التحرك بشكل مستقل بسبب الورم الهائل. كان من المستحيل تقريبا تحريك أطرافه ولو مرة واحدة. بدأت المنظمة التي وجدت هنري في البحث عن طبيب بيطري ذو خبرة يوافق على إزالة السرطان من جسم الكلب ويتحمل المسؤولية عن أي عواقب. الكلب بسبب عمره قد لا ينجو من العملية، ولم يكن من السهل العثور على جراح شجاع، لكن منقذي هنري كانوا متلهفين جدا لإعطائه فرصة لعيش حياة كاملة. كان فيه الكثير من الحب والحيوية، وعلى الرغم من المرض كنا مستعدين لأي شيء لمنحه فرصة روت فاليريا. تبين أن جهدهم لم يذهب في هباء، فبعد مرور بعض الوقت تمكنوا من إيجاد الطبيب أخيرا. لحسن الحظ كانت العملية ناجحة، والآن يخضع هنري لدورة إعادة تأهيل في العيادة البيطرية. يمكننا فقط أن نأمل أنه قريبا سيعود للمنزل وينضم لعائلة جديدة. أصدقائي الأعزاء، إذا أعجبكم الفيديو ضعوا لايك واشتركوا في القناة حتى لا يفوتكم كل جديدنا. نراكم بالفيديو المقبل.